بص بقى يا عم لذيذ، بيني وبينك انا ما كنتش عايز اقول لك، بس يوسف كان متوتر منك جامد النهارده وما كانش عايز ياخدك، بس انا قلت له لا ده لذيذ ده هو المكسب. ده العشم برضه. امال قعدت اقول له لذيذ هو اللي هيكسبنا وهو يقول لي لا ده زومب هي المكسب، زومب هي الربح، زومب هي النقاط. سخنتني. حلو، عرفت هتنزل تعمل ايه؟ اجري. مش اي جري، انا عايزك تاخد حارتك تاكل فيها النجيله لحد اخرها، وعايزك تجري باقصى سرعه عندك لذيذ، عايزك تسبق الروبوت التاني. زومبا؟ لسه اقول عليك ذكي، عايزك تكسب الروبوت التاني اللي لابس اخضر ده المعضل ده. سهله؟ صعبه يا حبيبتي. والله العظيم ما صعبه، انت بس اعملي اللي عليكي وربنا هيكرمنا ان شاء الله. انت فاهمه المسابقه؟ لا. طيب يا حبيبتي الموضوع سهل وبسيط، اول ما تسمعي الصفاره اجري. من مين؟ مش من حد، هي المسابقه كده، عشان نكسب لازم تجري. طلب غير منطقي. انا عارف ان هو طلب غير منطقي، بس بعد اذنك اجري وبسرعه. طلب تاني غير منطقي. معلش يا زومبا، تعالي على نفسك النهارده حبيبتي عشان نكسب، ويا ستي لو مش هتعرفي تسبقي لذيذ المهم عندي انك تسبقي متين. اوف حاضر ماشي، تيجي نعمل استرتشات؟ يلا. زي ما مرنتك يا متين لازم تفضل الاول، ما تسمحش لاي حد انه يعديك باي طريقه ما عدا زومبا. لا وزومبا كمان، معلش هنجمد قلبنا النهارده. عارف يا متين زومبا دي روبوتة من الروبوتات اللي تحب الروبوت اللي معاه يبقى جامد مسيطر بيكسب في أي مسابقة. تفهمني؟ فاهمك متين. أنا وإنت الوحيدين اللي عارفين المسابقة كويس ومتمرنين عليها، لو خسرنا هيبقى الفشل مضاعف. يلا بينا. إيه ده؟ جبنا بيضة بالخيار. عايز؟ هو ده وقته؟ وبعدين أنت ملبستش الهدوم اللي أنا جبتها لك ليه؟ والله أنا كنت فاكر الترنجات دي يعني عشان أنام بيها في المكتب. تجنني بالأحمر. يلا لذيذ. عاش زومبا. يلا متين اسرع يا متين اسرع. والله عيب الليله اللي معموله دي كلها كانه سبق خيل وهما بيجروا الجاريه دي. بس يلا شجع يلا احسن يا زومبا. المسابقه دي اللي بيكسب فيها بياخد كام بقى؟ يلا زومبا زي ما اتفقنا يا متين. سامحين. لا لا كده عكس كده عكس كده عكس، لف العكس لف العكس. اوكي مش انت يا لذيذ يا زومبا، لف العكس. لف انت كمان يا لذيذ. يلا اسرع يا زومبا. يلا يا زومبا مدي. يلا مدي. والله ازاي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت خبطه ازاي؟ ها شفت؟ ولا خبط ولا وقع ولا عمل له حاجه. انت اللي الروبوت بتاعك فيست. لا انت اللي الروبوت بتاعك بلطجي. لا 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 مين ده اللي فيستك؟ ولا ما تكلمنيش كده يلا بدل قسم. انا عظمه. لا ايه يا عم انت مجنون؟ لا لا انا عايز اعرف بقى قسم عظمه انت هتعمل ايه؟ هزعلك يلا يا عم. تزعل مين يا عم؟ طب استنى بقى انا عايز اعرف انت هتزعلني ازاي. اهدوا يا جماعه اهدوا ما صحش كده، ده زي اخوك يعني ما عملش حاجه تستاهل. سموه يا حبيبي انت كويس؟ كويس يا عم بكاري. يا عم هو كويس، طمن عليا انا اللي بتزق. انا كويس يا عم بكاري وزي الفل، بس تقريبا كده باشمهندس يونس لقى نفسه بيخسر فبيحاول يغلوش باي حاجه. اخسر؟ طب يلا يا لذيذ يلا عشان خاطري. برافو عليك يا زومبا، خلي بالك يا متين الحواجز. ايه ده هو ازاي بقول خلي بالك الحواجز قبل ما تظهر؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ على فكره انتوا مفضوحين قوي. ها يا نهار اسود يا نهار اسود يا زومبا انت رايحة فين؟ مروحة. لا ارجعي ارجعي كملي. اوف تعبت. قوم يا لذيذ قوم قوم كمل يا لذيذ قوم. العب يا لذيذ انت في الشريف هنا. فين؟ كمل يا لذيذ ما تسمعش كلامه كمل. شايف؟ شايف بيعطلنا ازاي؟ انا بصراحة ما سمعتوش قال حاجة. كمل كمل. كمل كمل يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. شفت نط ازاي؟ انا بقول على نفسي بقول على نفسي انا يا ابن اللعيبة عشان اللي عمه. حاسب يا متين النار. هنكسب ولا ايه؟ هنكسب. لا 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 يا ابني خش فيها خش فيها. كسبنا كسبنا.